دي رسالة قصيرة من مواطن مصري إلى الشعب المصري، إن حضارة وتقدم الشعوب تعتمد اعتمادا كاملا على ثقافة الشعب، وهذه الثقافة يلزمها رعاية شاملة من الحكومة ومن بقية الشعب، وهذه الرعاية تلتزم بالصحة، التعليم، التدريب والبحث العلمي. وأنا متأكد تماما أن المشروع الجديد سيكون لها مفعول عظيم جدا في هذا الموضوع وحفظ الحضارة المصرية وتقدمها، الحضارة اللي معروفة من أيام القدماء المصريين. كمان هتقدم خدمة جليلة للمجتمع المصري. وشكرا. بداية مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية.